الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، حيث أنزل إلينا أفضل الكتب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من باب للخير إلا ودلنا عليه، وما من باب للشر إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحبوا الله وصلوا على حبيب الله. مع الدرس السادس والعشرين بعد المئة من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، كما عودتكم وعودت نفسي بهذا المسجد المبارك، ومع موضوع مهم ألا وهو العلاقة بين الزوجين في الإسلام. عباد الله، الله سبحانه وتعالى في سورة الروم يقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من تراب، وأنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، لنرتاح إليها، لنطمئن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة. إذا انقطعت المودة والرحمة بين الزوجين فقد انقطعت العلاقة بينهما، وبذلك تتدمر الأسرة ويتدمر المجتمع، ويقع ما لا يحمد ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة الجسدية والقدرة المادية. ومن لم يستطع، أي ليس لديه مال أو أنه مريض لا يستطيع الزواج، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني له وقاية، العلاج الوحيد ضد أنك ما تنجمش تتزوج وتعمل عائلة هو الصوم، ما فما حتى علاج آخر. لو كان فما علاج آخر لأراه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: تنكح المرأة لأربع: لجمالها،
ولحسبها ولجاهها ولدينها. فاغفر بذات الدين تربت يداك. وقت اللي يوصيك يقول لك شوف ذات الدين، أراه الجمال يزول والمال والجاه يزول والنسب يزول، بنت فلان هاو مات طيب، وهاو مات عمك، وهاو مات خالك، والجن أجمل ما في الأرض هاو أصبحت عجوزة، والأخرى الجاه والمال والقصور هاي كلها طاعت في المال. إيش يبقى لك؟ يبقى لك الدين. إذا كان يبقى الدين بقيت الأسرة وبقي المجتمع. أما إذا كان ضاع الدين فأصبح كل واحد يخدم على هواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث ماذا به الإنسان المقبل على الزواج ينزل يتعلمه ويحفظه ويعمل به. وقت اللي قلت النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، حواء وقت اللي خلقها ربي سبحانه خلقها من ضلع آدم، والضلوع تعرفون عوج، الضلوع بتاع الصدر على الجانبين أعوج. واسمع وش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. صلوا على الحبيب، كل ما يزيد يطلع يعلى، كل ما يزيد يعوج أكثر. فإن أقمت إن ذهبت أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها فدارها تعش بها. أردت لو كانت تتقوى معاها أردت تكسر كسرها، والتكسير لهنا بمعنى الطلاق، ما عادش بابا مفاهمة. أما بالإعوجاج متاعها تعيش معاها نعم، فدارها تعش بها. ما يقولش الإنسان يعني الرجال مستقيمين، بالعكس في أعظم الرجال عود وما عندهمش حتى علاقة بالنساء اللي هما فضليات، يتزوج مرأة فاضلة وبعد يكبلها سعدها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الغالب على الرجال الاستقامة، والغالب على النساء الإعوجاج. ومع ذلك تجد في كلا الطرفين الاستقامة والإعوجاج. وقت ايش يبدا الانسان؟ يبدا من الاول من النقطة الاولى، هي وقت اللي يحب يتزوج. هي تحب تتزوج اول شيء ساعة ادرس الزواج واقرا. لو كان تشوفوا في ماليزيا واندونيسيا يعملوا اختبار على الزواج، تنجح في الاختبار تزوجوه، ما تنجحش في الاختبار شفاهي وكتابي وكذا. واذا كان امي شفاهي بركة يكفيك، يخلوك تتأجل للدورة الجاية، كل مرة حضر الصعب ويجي يسألوك على حقوق المرأة، وعلى المرأة إذا كانت تتزوجها في الأيام الأولى، أيام محرمة وأيام حمل، إيش مش عاملة معاها؟ تسبها يا أخي، أنت واخذ محمد عليك لا، تسبها تتضارب بها بالبونية، أخي بالبونية الحكاية هي، وإلا تقول هذه تو نتعارك معاها ونقص لها، شلون تتعارك؟ يا أخي أصحابي تو أصحابي عرفت أنت وياه بالأمان بالأمان، لا عادش تشوف وجهي لا عادش تشوف وجهك، هذه راهي مرتك طول العمر مش هبقى معاها. عمر كامل راه. ولذلك كانوا يمتحنونهم هناك، وفي العمرة والحج يمتحنونهم، وفي أداء الزكاة وفي الطهارة وفي الصلاة يمتحنوهم، يعملونهم اختبارات باش يخرجوا منهم المكتسبات، شنو فاهم شنو دارس من الزواج. عجبتني الطفلة والله مشيت اختبرتها وانتش مع الفلان، عجبتك الطفلة ما سألتش عليها ما تعرفش عليها حد شيء، هداك قط في شكارة همشي وهز، وإلا والله يعجبني أدخل لغاية والله يعجبني شوف فيه يصلي ماشي جاي على الجامع، والله يرى اختبني راني قبلت ورى كذا، أمورنا واضحة. شو أمورنا واضحة؟ لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الخطبة وعدم الاستعجال، ويجب التريث حتى تعلم داخله وخارجه وتعرف وشنو كذا، وتصلي الاستخارة صلاة ركعتين من دون الفريضة ركعتين نافلة، وتبقى على السجادة تاعك وتدعي ربي سبحانه، سواء كان بالدعاء المأثور وإلا حتى بالداشة عادي، يا ربي كان في خير
قرب هو لي وقرب منه، وكان فيه شر بعيد نحيه وبعد عليه. هذه كانت كده خلاف تو تعرف يا تشوف المنام والا قلبك وحده وحده يبعده. هذه كل ما تعملهاش، لا عملت استخاره ولا استشرت ولا صليت ولا سالت الناس ولا خذيت رضا ابوك وامك. نحكي على الاولاد من باب اولى واحرى القرار. اما الاولاد العصمه بيدي، هي ولو العصمه بيدك، هي ما تاخذش ما تشاورش بقومه وما تحضرهمش للعرس، وبعد تقول لي والله تدمرت حياتي. تبقى تحكي معاهم وتقنعهم وتحاورهم بالليل وتصلي لاجلهم وتدعي ربي سبحانه تو يبين لهم قلوبهم لي. اما من الاول رفضهم ما ترفض انت وتخرج من الدار وتقول لهم لا عاش عرفكم ولا تعرفوني، وتتزوج وما تحضرهمش للزواج، وبعد تقول والله الزواج بتاعي روح اطلع زواج باطل. اكيد مش يطلع باطل. هم ولا شو خيالك ابوك وامك السبب بتاعك في الدنيا، سبب وجودك بالارض. والمراه من باب اولى واحد. هم ولا شو يلزم اذن الولي من الاول من الاول. توا انت وقت اللي تحب تشري كهرباء تشهد عليها الناس وتجيب خبير وربي يشوف هذه الكرهبة هذه باهي ولا مش باهي، الموتور بتاعها باهي ولا مش باهي، وتهز معاك واحد ولا اثنين يكبر، مش من بعد يذلوك يقولوا لك سيب عليك ولا كذا، راهي مزيانه من برا ما راهيش تعبك من بعد. في كرهبة عملت الاشواط هذه وجبت وقت اللي تحب تتزوج امراه هيا بركة نتزوجوا تحت الحيط. شو تحت الحيط؟ يقول لك هو بكري ما كانش يدري. شكون قال لك بكري ما كانش يدري؟ هذه الاولى. والثانية حتى ولو ما كانش يدري في بالك شنو كانوا متقلدين ولا انت تو حاط تليفونك في جيبك. هما كانوا حاطوا سيوف في جيبك. يشوفهم روحك على شنو قال. وقت اللي تجي تخطب لامرأة وتوافق وكذا غدوة تقول لهم بطلت ترى هما يلعبونك براسك. عادي جدا تلقى راسك معلق في سوق عكاظ. هما شو هذيك كيفاش كانوا يخدموا؟ كانوا بالكلمه، كانوا بالوفاء بالعهود. هذا في الجاهليه قبل الاسلام، فما بالك بمجيء الاسلام. اما الان وجد التوزيع وثق لضمان حقوق الطرفين. يقول لك هاي نتزوجوا برك الزواج العرفي والزواج المتعة. زواج المتعة تدي أجل يتفاهم وياه يقول أنا أعمل كل شيء أما ثلاثة شهور كهو ويعملوا عرس وتحضروا الناس وكل فلان زوج فلانة يعدي معاها ثلاثة شهور وبعد ينفصلان. فهذا يسمى زواج عرفي. واضح ولا؟ وزواج بالمتعة وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم إلى يوم القيامة. والا زواج شرعي ولكن ليس موثقا، جاب كل شيء وعمل كل شيء ما وثقش وعمل زواج كامل. فهذا قال للحاكم ان يعاقبه لعدم التوثيق. من بعد ذلك كيف تطيح والا تجيب ولد مشهور لمن ينسب هذا الولد؟ وثق يا ولد وكون على قنطره صحيحه وامشي امور واضحه. علاش هيك الملابسات اللي تعمل بها؟ فمن الاول الحكايه من الخبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واياكم وخضراء الدم. قيل وما خضراء الدم يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. عجبك الجمال تاعها اما شوفك مش عامل تغرق في امها وتسب في امها وتغرق في بوها وتاخذ منهم في الفلوس وهم بعد يقول الله اكبر الله اكبر. منين؟ منين؟ رد بالك صلح امورك وامشي على قدر صحيح. فالله شرع لنا الخدمة ثم شرع لنا الزواج. فإن لم يتفاهما في الزواج سبحان الله اصبروا معاها عمل خطوط حمراء كذا من الأول. شفت في الخطبة تعمل خطوط حمراء، هذا يلزمني هذا ما يلزمنيش، هذا يلزمني هذا ما يلزمنيش. بوك وامك راهم فوق الراس، وبوك وامك راهم فوق الراس، وبويا وامي فوق راسي. هذوما راهم خطوط حمراء ما يتمسوش من الاول. راهو الحكايه هذه مش ما حكيت لها حتى شيء ومن بعد تقول والله هي دارت عليا وولد تسبني في امي تضربني في كذا وش مش عامل معاها. هات ما حددتلهاش انت وتزوجتها متفرشه انت النهار الاول تلبس في السروالات تزيق وتعمل في المكياجات الكل وتخرج تروح وتزوجها وراضي عليها.
تابع لك ربي انت بعد الزواج مش تطلق. يقول لك القاضي علاش مش تطلق؟ يقول والله هي متبرجه. يقول لك القاضي عرفتها متبرجه ولا متدينه؟ يقول لك عرفتها متبرجه. هي شبيك ما توصلش معاك؟ شفت الغلطه بتاعك وين؟ الغلطه بتاعك من الاول. يلزمك تكمل في الغلطه بتاعك وتصبر عليها حتى من ياسر ربي حاجه. ما هوش سبب باش انك تمشي تطلق، لان هذه تعتبر عدم رجوله. هما لشوف تجري وراها وهي متبرجه. وقت اللي تزوجتها وجبتها للدار احكمتش عليها، قلت لها ايه تعمل تعمل تعمل، وهي ردت ورجعت في الموافقات والمعاهدات اللي عملتها مع بعضهم. ها صح. وعلاش قلت لكم انا من الموافقات والمعاهدات من الاول من الاول؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعلي رضي الله عنه وارضاه خطب ابنه ابي جهل على فاطمه، فجاءت فاطمه تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ان الناس يتحدثون انك لا تدافر على بناتك. فقال ما الذي حصل؟ قالت له يا رسول الله ان عليا خطب بنتي ابي جهل. قال وايم الله لا يجتمع لا يجتمعان ابنه نبي وابنه عدو الله ابدا. ثم انه ذهب لعلي رضي الله عنه، وعلي سمع بغضب النبي صلى الله عليه وسلم ففسخ الخطبه وقال له يا علي ارجو الا تتزوج عليها مده حياتها. هذا ضبطها، ضيق المباح ما ضيقش المباح. قال لها ارجو مده الحياه بتاعها ما تزوجها، تحب هي تموت منها تمشي تتزوج امور من الاول. انت من الاول تبدا تتنازع انت وياها على الفصل في الملكيه ولا الشراء في الملكيه بخباتها. هي تقول الشراء في الملكيه، دخلك يطلقني نقسم معاه كل شيء، وهو يقول الفصل في الملكيه ما نعرفش. يعني اموركم من الاول ما هياش منظمه، اموركم تاعبه على الاخر على الاخر، لانكم يعني تتبع في الاداره وتتبع في التلفزه وتتبع في الفرجدات. ليش تتبع بالاشياء هذه؟ انا اتبع في امراه وقت اللي ما فيهاش الصبح تفيقني تقول لي قوم صلي الصبح، وكي نتكاسل انا ادخل بلوكان تتحرق دار جارك ماذا ستكون فاعلا؟ احسبها الدار بتاع الجيران انحرقت في الليل، كيما تكون مذعور وتمشي تطفي مع الناس وتخاف لا تتحرق الدار بتاعك. خفت من دار الدنيا وما خفتش من دار الاخره، تولي يديك عينيك تتعلم وتمشي تصلي الصبح. هذه المرأة اللي حشدها، المرأة اللي تربي لها أولادي كيف يبدو ضايعين البر يرجع للدار تربيهم وتقريهم وتعلمهم القرآن وتعلمهم الصلاة وتعلمهم احترام الأكبر منهم وتعلمهم احترام الآباء والأمهات. أنا وقت اللي نبدأ مسافر نبدأ مطمئن، ما نبداش داخل بعضي ونقول زعما المراه هذيك شكون جابت ورايا. كل هذه خطوط حمراء تتوضح وقت الخطبه، اما الناس لا، وقت الخطبه وش نجيب لك يا حبيبتي وش نجيب لك يا حياتي، هذا يهود يحكوا فيه. وبعد الخطبه تغرقوا في القروض وفي الواحد، وبعد تجب الدين وكل بلوه الكون طاح في الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المودة والرحمة بين الزوجين، احنا تزوجنا اليوم وحطينا الخطوط الحمراء، هل يقع بيننا مشاجرات؟ نعم، يقع بين الزوجة والزوج مشاجرات وكذا. المهم الحل ألا يخرج شيء من البيت. شوف نتعارك انا وياه جونا ضيوف لا محكونا لها كأن ما فهمش، وزاد ما يبقاش على ضغينة على زوجته مدة ثلاثة أو أربعة أيام، لا ثلاثة ولا أربعة أيام هو غضبان على المرأة ماشي الله أعلم وين بايت. لا يا أخو، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت. وجاء رجل قال يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا كسوت أو اكتسبت.
ولا تغرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقول ولا قبحك الله وما شابه، ولا تهجر إلا في البيت. شوف كيفاش يحط في الخطوط النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تضبط لك العلاقة بينك وبين زوجك. تقول والله عندهم 50 سنة أمورهم واضحة، يا أخي ما صارتش مشاجرات بينك، بالعكس صارت وربما إلى حد الغليان، ومع ذلك لم يسمع بهما أحد، خاصة توا مع وجود هذا الأعور الدجال اللي هو التليفون أو فيه الكاميرات، الأعور الدجال، ولكن ما زالنا باش يجينا المسيح الدجال في آخر الزمان. أما هذا فرق شمل الديار، فرق شمل المنازل. كيفاش يعطيك قلبك؟ أنت راكبة وراجلك يتحدث مع نساء أخرين بالتليفون في الليل. كيفاش يعطيك ضميرك يا امرأة راجلك راكب وأنت تتكلم مع رجال آخرين في الليل وهو لا يعلم ذلك؟ كيفاش تصير الحكاية هذه؟ هذه ما دخلتش مخي أنا، أنا ما زلت ماليش مستوعب الأشياء هذه حاصلة، والأشياء هذه راهي كثيرة وقد دمرت العائلات والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يا ودي حتى المرأة باش تسأل شيء من الشيوخ، اسأل قدر السؤال وهو تو يجاوب، لا تبقى تفرك معاه في الرشقة ولا طيب معاه في المقرون. يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ وهو يجيب كذا وكذا، فقط نقطة وجرس طبعا. تبعث لك أنت شنو تفسر، زدت تعاود تبعث لك من اسم آخر تفسر، وهي عندها نور الشيء وهي تحاول فيه وهي تعرف ومتزوج وعنده صغار والناشية. ما فهمتش، ما فهمتش، ما فهمتش والناشية، ما هو عندك سؤال تو يجاوب، اسأل السؤال حتى بالهاتف، يا فلان راه كذا كذا صرف كذا كذا، ما الجواب؟ تو يجاوب نقطة وشاصدر من غير حتى حاجة في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عن ذلك ويتكلم ويقول راه كلام الناس راه يؤذي، راه وكلام الناس راه يجرح، راه جالس النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع السيدة حفصة، مرة رجلان من أصحابه قال نزل نزل أو الرسول معاه شكوك نزل، مشى يجري لهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر إنها حفصة، قال يا رسول الله عليك؟ قال لا، إني أخاف من شيطانكما. هم قالوا شو؟ أنت ما عندك حد شيء، أما الشيطان بتاعك ما زال حي، يوسوس لك أنها الرسول قاعد مع امرأة أخرى وتبدأ تألف الأساطير. قال لا، راهي هذيك راهي زوجتي، وزوجتي راهي فلانة، سماها بالاسم، راهي زوجتي حفصة. أنا مش نولوا فاهمين وكذا، واضحين أموري واضحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تعلمون أن الزنا كبيرة من الكبائر ومن أخطر ما يدمر المجتمعات ومن أخطر الأشياء التي تمنع القطر من السماء ومن أخطر الأشياء التي تزلزل الأرض وتزيد في الفيضانات. مش ما تقول ليش والله البلاد الفلانية معروفين على حفاظ القرآن، يا ودي الشيء هذا لك ما تجدري عليها، أنت تدري في البيوت وش فما؟ فما فسق ومجون وزنا ولواء، هذا كان يغضب الجفاء، فتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. بارك الله فيك. ويمنعون القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، رغم موجودة للشهادة، البيوت مسكرة بالليل، ولكن فيها كثير من الزنا، وكثير من الخمور، وكثير من الفسق. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو كان نتوب ربي سبحانه ونبعد عن القذورات هذه، ربي سبحانه وتعالى يسقينا ماء غدقا، أما الله غدق
من الأشياء هذه اللي تحصل من الهواتف كثرة الزنا في البيوتات. يخرج الرجل يمشي يخدم، تجيب المرأة رجل يزنى معها والعياذ بالله، حتى اللي يشدها بالتبسة وتمشي كذا ولا كذا. وبالعكس كذلك المرأة يخليها تمشي بدار أمها ولا دار أبوها، وهو يجيب امرأة يفسد معها والعياذ بالله. كثر الفساد حقيقة حقيقة. ها من بعد وقت يجي يقول عليش عملت كذا، يقول لك والله مرتي هاجرتني عندها مدة. وش بيك عملتي؟ والله يا راجلي هاجرني عندها مدة غايب عليها. الغياب غيابان، اما غياب للسفر حتى بالشمس تخدم، وكلها طمع لو كان يبقى في بلاده ويخبز زوز النايم ولا الذهب النايم مع الكفاف والحمد لله، يحب لا يمشي الغادي يضرب 15 20 مليون في الشهر، وبعد يضيع العيال بتاعه الكل، وبعد يقول لي والله اولادي راهم ضاعوا مني ومرتي راهي ضاعت عليا. في احمد ربي سبحانه وتعالى وابقى في بلاصته وحافظ على منطقه وخيراتك، ووقت اللي تمشي الغادي هزها معاك هزها معاك. المده الاولانيه تحضر بالاوراق، اما بعد هز زوجتك وهز صغارك معاك. علاش انت غادي وهما لهنا بعاد عليك؟ ومش المده مش اثنين، عام وعامين ما يشوفوكش. ومن بعد تقول والله راه كذا، رد بالك. ومن حق الزوجه على زوجها حق الفراش الجناح. إذا ناداها زوجها للفراش وامتنعت من غير علة، ما عندها حتى علة، لا مرض ولا شيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. والرجل كذلك ما يقولش والله كلم امرأة عندها الملائكة، لا يا سيدي حتى كنت تلعنك الملائكة. علاش أنت ملائكة؟ وقت اللي تناديك زوجك للفراش وأنت قادر على ذلك وما عندك حتى عذر من الأعذار، ما عندك حتى شيء وما حبيتش تلبيها الرغبة نتاعها، فلذلك تلعنك الملائكة حتى تصبح. أرد بالك، كل حاجة واضحة وباينة، والأشياء هذه راهي هي اللي تدمر العائلة. ما فيش عقيدة يقول والله أنا مصدق وهي راهي تصدق، أما أنا ما تفهمناش، علاش ما تفهمتوش؟ ما فيش عقيدة في حق وهي ما هياش عقيدة في حق، فلهنا تدمرت العائلة وتدمر المجتمع. ولا تعنف اذا كان صار ما بينك وبينها مشاجره، يا ودي فك عليك من العنف، وانت فك عليك من العنف، ابعدوا عن العنف، ما فماش مفاهمه. ربي قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ما تفهمناش كل واحد يمشي في ولد، والاولاد ما همش مش يضيعوا باذن الله عندك ولا عندي، المهم لا تحرميهم من ابوهم ولا هو الا هي تحرمهم ولا هو يحرمهم من امهم. وعلاش قلت لكم على الزنا؟ اسمع الاحكام هذه اول مره مش تسمعها، اول مره وانا اعي ما اقول. الشاب الزاني اذا زنى والشابه الزانيه اذا زنت، شاب ما زنش متزوج، يشهد في الاسلام 100 جنه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرجل المتزوج إذا زنى على زوجته يرجم حتى الموت، يرجم في الإسلام، يتحط في حفرة ويبقى كالراس يضربوه بالحجارة حتى يموت. والمرأة المتزوجة إذا زنت على زوجها ترجم حتى الموت. إذا زنى الرجل الشاب مع زوجة مع امرأة متزوجة يجلد الشاب وترجم المرأة. وإذا زنى الرجل المتزوج بامرأة شابة لغير متزوجة يرجم الرجل وتجلد المرأة. ها وش يزيد التوحيشة اللي هو زنا المطلق والمطلقة، هو كان متزوج مطلق في باله، هو في باله ولا عازب؟ لا مش عازب، مش عازب. العازب هو الذي لم يذق يذق طعم الجماع اصلا، اي لم يجامع اصلا، فلذلك فيه الجنة. اما انت مجرب جربت او تحصنت بالعقد فاصبحت محصنا تحت ذمتك امراه حتى ولو تجامع، فهنا ان زنيت ترجم
شفت المطلق وقت اللي هو قال عني طلقت مرتي ومشايته. هذا في الإسلام يرجى محتما. المرأة المطلقة كانت متزوجة وطلقت، إذا زنت ترجى محتما. شفت الأحكام مصعبة؟ شفت الأحكام مصعبها؟ علاش يا رب؟ لأنه أداه هذا ما عنده كان دواها. إذا كان أنت شاب وزاني تجلد حتى تموت الخلايا التي في ظهرك التي تشجعك على الزنا. فما خلايا تزن المرأة لولا زين يقول لك زين أعاوي، فتضرب تلك الخلايا حتى تموت بالضرب، تموت بالضرب. عند ذلك ما عادش تخمم في الزنا مطلقا، وهذا إذا كان نجوت من 100 جنة. أما المتزوج فقد اخترق الخطوط الحمراء التي قلنا وذكرناها. عندك خطوط حمراء، راك ماشي في خطوط حمراء يا ودي. كيفاش تقول لي انا متزوج وكل ليله حمراء؟ كيفاش هذه؟ راهي ما تجيش. وربي سبحانه وتعالى وقت اللي شرع الحكم راه يعي ما يقول، والله سبحانه وتعالى حكيم. وقت اللي نزل في الاحكام دائما يذكر انه حكيم وعليم. وقت اللي ذكر لك مثنى وثلاثة ورباع ما خلاهاش السيدة، قال فإن لم تعدلوا فواحد. وعلاش فواحد؟ قال ذلك أدنى ألا تعولوا. يلزمك تبين الأمور في الإعالة في الإنفاق. راك واحدة أنت متزوجها متعبات تلوش على ثلاثة أخرين، راك ما تنجمهمش. واحدة بركة وماكش تنفق عليها، كيفاش باش تنفق على ثلاثة أخرين؟ راهو ما هوش من جماعي فقط، راهي أحكام كاملة، أحكام كاملة. راك تزوجت امرأة مش تنفق عليها، أنت رب البيت، أنت الذي ستنفق وتنفق. وبرب يد البخيل ما تزوجوش، وكل اللي ما تخدموش قدام ما تزوجوش. يجيك يخطب، ارفض الخطبة نتاعك. الشيخ يا ولد والله يقول لك والله أنا بطال تو، أنا نخمم، أنا مش المرة الشهر الجاي مش نخدم. شو الشهر الجاي مش نخدم؟ برا شي يخدم يا ولد، برا اخدم، بيع اي حاجه، اخدم ودخل البرنك، ومن بعد برا شي اتزوج وابني دار. هم شو؟ كيفاش انت بطال تمشي تتزوج؟ ويعطوه راهم يعطوه على خاطر شعره اصفر وعليه زرقاء، وعلى خاطر عنده تليفون ايفون، وعلى خاطر ابوه مليء ومصرف في البلاصه الفلانيه. خيات مش تتزوجوا الوليد ولا مش تتزوجوا ابوه. يا ودي راهو القلب والعياذ بالله راهو تدمر من المشاكل هذه، من الساس، من الاول، من الاول. انت ناوي ويجيك البناي ويقول لك يا ودي في الساس اللوطان زيد غرق واخدم بالباهي واخدم بحديد 14 و16، راهو ينكر مره اخرى. راك تبني على الثالث ولا على الرابع؟ يقول لك لا مكلفه ابني، اعمل لي بحديد 10 و12. يخدم له بحديد 10 و12 يدور الزمان، ويحب يبني على الثالث والرابع، ويبني على الثالث والرابع وتطيح العمارة الكل. تطيح العمارة الكل لأنها لا تقوى على ذلك. كذلك العائلة. سامحوني إن أطلت وسامحوني إن قصرت، فهذا هو الوقت. نسأل الله السلامة والعافية لمن دعا فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تلميذا إلا نجحته، ولا عالما إلا وفقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا
قد رفعت إليه، فلا تردها خائبة يا رحمن يا رحيم. اللهم أعط لكل من الحاضرين ما سأل ونوى، اللهم بارك لهم في أجسادهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في زوجاتهم، اللهم بارك لهم في ذرياتهم، اللهم بارك لهم في آبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقنا عمرة وحجة قبل الممات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، ونجه من براثن اليهود الغاصبين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلح احوال الراعي والرعية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.